نبص كده مع بعض يا جماعه على السؤال ده. السؤال ده من ايه اغلس الاسئله اللي ممكن تواجهها في الايكويجن بتاعت الاليبس والسيركل. اوكي، مبدئيا كده من نظرتك للايكويجن تقول يا دكتور دي ايكويجن اليبس ليه؟ لان انا قلت لك ايكويجن السيركل لسه شارح من شويه ان لازم اكس باور 2 واي باور 2 يبقى جنبهم نفس الكوفيشنت، لازم الرقم اللي جنب اكس باور 2 يبقى نفس الرقم اللي جنب الواي باور 2. فسنس ان هنا مختلفين يبقى ما اقدرش اقول ان هنا دي ايكويشن سيركل، دي ايكويشن اليبس 100%. ذاتس نمبر 1. نمبر 2، بسالك عايز السنتر بتاعت الاليبس دي هتجيبها ازاي؟ قال لك ما انا ما اعرفش يا دكتور، لان انا ما دي مش الايكويشن بتاعت الاليبس اللي انا عارفها. انا ايكويشن الاليبس اللي انا المفروض حافظها كانت اكس ماينس اتش باور 2 اوفر اي باور 2 plus y minus k power 2 over b power 2 equal 1. دي الفورم الوحيده اللي انا عارفها بتاعت الاليبس، اي شكل تاني مش عارفه، صح؟ فبالتالي انا هحاول اوصل من الشكل ده للشكل ده، هحاول ارجع كده بالزمن لورا كده وارجع ارجع الايكويشن للستاندرد فورم اللي انا المفروض حافظها. اوكي، طب هعمل ايه؟ قال لك اول حاجه هعمل assumption ان يعني حري موديفاي ذا اوردر اوف ذا ايكويشن. هاخد كده الاكسات جنب بعض، هاخد كده الوايات جنب بعض، اوكي، هاخد ده الناحيه الثانيه واديه بالماينس الرقم، قصدي اللي هو 211 واديه بالنيجاتيف 211، وبقت الايكويشن بتاعتي كده. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هروح رايح لحته الاكس، عايز اكس باور 2 ما يبقاش جنبها حاجه، فهاخد 25 كومن فاكتور. فلما اخد 25 كومن فاكتور الحاجة اللي هتتبقى لي هي x باور 2 ماينس 8x. وهنا هتعرف انا ليه ما قفلتش البراكت. 9 كومن فاكتور يتبقى لي y باور 2 بلس 4y. ايكوال زي ما هي نيجاتيف 211. اوكي؟ انا واحد عارف ان الايكويشن بتاعت الاليبس المفروض فيها بيرفكت سكوير، فالمفروض هنا ده هيبقى براكت باور 2. يعني المفروض لما اجمع حاجه كده تبقى براكت باور 2 اوله اكس، والمفروض هنا برضو يبقى براكت باور 2 اوله واي. بس في بروبلم ان انا ما عنديش لاست تيرم في البيرفكت سكوير، لما اجي افك هنا مش عندي اللاست تيرم، فسايب له سبيس كده فاضي بحيث ان انا الرقم هحطه هنا. طيب عايز اعرف الرقم اللي هحطه هنا ايه؟ قال لك ما هو انت المفروض لما بتيجي تفك ده بتيجي تكسباند ده، بتقول لي يا دكتور ايه؟ ان ده بعمل ده تايمز الرقم هنا تايمز الرقم هنا يديني الرقم اللي في النص. فتقول لي يا دكتور ايه؟ اكس تايمز 2 2 اكس تايمز كام يديك نيجاتيف 8 تايمز نيجاتيف 4. انا محتاج الرقم اللي هنا يبقى نيجاتيف 4. مش فاهم يا دكتور، تعال نفهم تاني. المفروض هنا لما اجي اكسباند ده 2 تايمز حاجه تايمز حاجه تديني 4 واي، تديني اللي في النص الميدل تيرم. اوكي، طيب 2 تايمز كام تايمز كام يديني 4 واي؟ 2 تايمز 2، عشان 2 تايمز 2 4، 4 تايمز واي تبقى 4 واي، صح؟ الكلام ده و9 بره زي ما هي و25 بره زي ما هي. طيب دكتور هو انا ينفع ازود الرقم؟ يعني مثلا انا لما جيت افك ده بقى البراكت باور 2 ده فيرست باور 2 اكس باور 2 2 تايمز ده تايمز ده طلعت نيجاتيف 8 اكس. طب لاست باور 2 اداني 16 وانا اوريدي هنا ما عنديش 16، محتاج ازوده، يبقى انا عملت بلس 16 بحيث ان اكيد انا كملت البيرفكت سكوير. لما يديك الاحمر ده ما كانش موجود هنا، برضو نفس الكلام واي باور 2 اهو 2 تايمز 2 تايمز y يعني 4y، لاست باور 2 يعني 2 باور 2 يعني 4 يعني بلس 4. هو انا ينفع ازود من دماغي كده يا دكتور؟ لا، ما هو انا باخد الحاجه اللي انا زودتها على الشمال اروح مزودها على اليمين، اخد الحاجه اللي انا زودتها على الشمال اروح مزودها على اليمين. بس في مشكله يا دكتور، هو حضرتك لما زودت ال 16 زودتها جوه البراكت، بس اكشلي هي كده ما زادتش 16، امال زادت ايه يا دكتور؟ قال لك زادت 16 تايمز 25، لان ده لسه هيتوزع، انت فاهم؟ يعني انت لما تيجي تدخل ده هنا وهنا وهنا هيطلع ده موجود ماشي وده موجود وده مش موجود، اللي هو 25 تايمز 16 مش 16 بس، فيعتبر انت ما زودتش 16 بس، انت زودت 25 تايمز 16. يبقى انا محتاج ازود 25 تايمز 16 على اليمين. هنا نفس الكلام، انت ما زودتش 4 بس، انت زودت المفروض لما اوزع ده زودت 9 تايمز 4، يبقى انت محتاج تزود 9 تايمز 4. يبقى انت زودت 25 تايمز 16 وزودت 9 تايمز 4 على النيجاتيف 211. اوكي؟ طب لما اعمل ده بلس ده بلس ده تطلع لي كام؟
ها حد يحسبها لنا كده، تطلع لي كام؟ 14,189. ما تجيش ما تجيش، بعيدة قوي دي. 25 تايمز 16 بلس، بعيدة قوي بعيدة قوي، ركز كده. Twenty-five times 16. 225. آه كده ماشي كده ممكن. 225. ده اللي أنا وصلت له. طب هل equation الإليبس كده ولا المفروض تبقى equation الإليبس equal one؟ يبقى أنا محتاج أطير ده. طب هخلي ده إزاي هنا one؟ ما هو المفروض equal one. يبقى عشان أخلي ده one أعمل إيه؟ divided by 225 divided نفسه، بس ما ينفعش اعمل divided by في حته واحده، لازم divided by يبقى الايكويشن كلها. فتبقى امسك الكالكليتر بتاعي كده واعمل 25 divided by 225 تطلع لي 1 over 9، يبقى انا الايكويشن هنا x power minus 4 over 2 divided by 9 عشان تبقى 1 over 9، وهنا ده divided ده تطلع 25، يبقى انا محتاج كده divided by 25 وده كده يبقى equal 1. يبقى انا كده خليت equation ellipse equation ellipse عاديه ولا لا؟ اه. لو طلبت منك السنتر بكام؟ هتقول لي يا دكتور السنتر باخد الاكس بالعكس تبقى 4 والواي بالعكس تبقى نيجاتيف 2. لو طلبت منك ال a بكام؟ تقول لي يا دكتور ما هو a باور 2 ب 9 يبقى ال a ب 3. طلبت منك ال b بكام؟ b باور 2 ب 25 يبقى ال b ب 5. وتكمل بقى لو انا عايز اكمل بقى، هي طبعا هتبقى عامله كده لان الميجر اكسس هي الواي، فتبقى كده، فتبقى السنتر عند 4 ونيجاتيف 2 وده 5. يبقى لو طلبت منك ده هتقول لي دكتور نيجاتيف 2 الاند بوينت بتاعت الميجر اكسس، تقول لي دكتور نيجاتيف 2 بلس 5 يعني 3، فتبقى 4 و 3 ده الاند بوينت بتاع الميجر اكسس. طب الاند بوينت الثاني بتاع الميجر اكسس تقول لي يا دكتور هنزل تحت 2، فتبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 5 تبقى نيجاتيف 7، تبقى 4 نيجاتيف 7. اوكي. وده one of the hardest ellipse questions اللي ممكن يجي لك. Actually هو مش هيجي بالصعوبه دي، بس انا ايه حبيت كده اعمل برين ستورمنج معاكم كده عن شويه افكار ممكن تبقى صعبه. اوكي. حد فاهم؟ بص اسال المره دي، مش حد مش فاهم. حد فاهم اي حاجه من اللي انا شرحتها دي؟ يلا اعملوا كده thumbs up. Ha ha ha.